معي ما بعرف ليش مو حابة هالروحة أبدا، يعني بجوز مراد يعرف يعصب. خلص ولا يهمك، انت ارتاحي وبس. لأنه إذا ضايقناها كتير بجوز تنتقم مني وتقول له لمراد على قصة الحمل الكاذب، صح؟ يعني قلتلك روقي، ما في دليل بنوب ومستحيل يطلع بإيدها شي على فكرة. طب ليش لنروح لعندها؟ بدي أفهم شو رح نقلها. على طول تذكري هالمقولة مرام، وين ما رحتي كمان طبقيها، أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. آه يعني رايحين مشان نموتها؟ طبعا لا حياتي، ولا تنسي إنه هي بنته لصديقنا. بس المفروض تفهم هالمرة إنه تلتزم حدودها معنا بس هيك، وبعدين تعيش حياتها بالطريقة اللي بدها إياها، ما عنا أي مشكلة. آه يا الله دخيلك خلصني من حياة. حياة صارت مثل الكابوس بالنسبة لإلي وما عم يخلص. هالمرة بوعدك إنه هالكابوس يخلص يا مرام. أحسن شي تعمليه هلأ إنه تكملي بدور الست المفجوعة البائسة، واتركي الباقي علي. رح تقولي إنه اليوم إجيتيني عم تبكي، وإنه أنتي من كتر الزعل والبكي كنتي رح ترجعي على المستشفى مرة تانية، ماشي؟ هالبنت هلأ لازم تعرف حدا كتير منيح مع عائلتنا. بدي تعرف إنه داليا صار صلماز ما لسهلة بالمرة، وإنه أنا مو مثل أي حدا،